هلا اخي نحن بيئتنا ناحل الكبرتال تبع صاحبي هاي جنينة هون الكبرتال ناح صاحبي ونازل اتمشى لحالي تركته ونزلت شو هالزلمة هاد لذلك ما عجبتني كس اختن واختها الله وكيلك خاص بيها شو موتورات كبيرة شايف بسوقوا موتورات كبيرة شايف كان جبال أردن على حلب على حمص على شكل ألوان شايف كلهم هيك بيصفوا شايف على مصر على تونس على الخليطة أخي خليطة خليط ضح أختك يفضى عرضك شو اخو شرموطة يفضى عرضك شو اخو قحبة شرموطة شايف هون هاي جبال بيوتو شايف يا معلق الاوراقي هي القرنة عنده هون صاحبي ها اخو قاعد 13 سنة هون اجى سرقني يا معلق لك بحبل الحب ان كنت محتار للغوالي مثالي هي خطواتي لا تبالي بروحك معني الله لا يوفقك يا ابني يونيان من غير ما سأل سؤال حسن حبيبي مهما تعجبوني البيوت تبعاتهم انا شايف خلاني اخاف لك ازاي انا اقدر ابكي وانت شايف بيوتهم حلوين شايف اشتاتهم حلوين شايف شايف النمط اليوناني شايف مثلا القشطة شلون شوف هاي شوف شايف حلوة القشطة هاي شايف قلت له حس بخشي خراي عليك وعلى اختك شايف حلوين حلوين خراي على ابوك خراي على اختك يا ملايالي والماي شايف كشتة ما احلاها حلوين شوف هاي شو حاطت سهرتي غني يا حبيبي شايف شلون طلعات ونزلات نلعب مثل اخوات المنيو كيلو هذا كمان هون شايف معزيين يا اخي هلا انا اذا بدي امشي هيك بدي شايف هذا الكشتة ما احلاها هيك شايف
لك لا يا حبيب لا منساك ونطيق العيشة بلا ارخديها. شوف يا حبيبي والناس تنام في يعني محل الكشتات كتير رائعين. ها يا معلم الثلاثة محلها كتير عاجبني انا شايف التراث شلون كلبش واحد شايف كتير رائع الترسلة شايف نظام بيتهم شلون شايف شايف على الدخلة محلها شوف هون لك وقلت له قومي قومي من تروح هلا انا قبل ما شقها دمي وبقلبي حاجة روحي معي كل دخلات هاي رائع سهل الباب رائع يا اخي عجبوني بيتك آهن شاهد كتير رائعين البيوت كتير عجبوني أنا شاهد محلى البيوت شاهد طرق شوف على هاي الدخلة مثلا شوف وعلى شط بحر الهوى رسيت مراكبنا ونمشى معها سوا نحن وحبايبنا شايف شيء رائع رائع الله يهني اخي يونان الكريكين بس عندهم البنات زبالي شوف اخي هون الحمضيات هيك شايف الحمضيات شوف كله سجر حمضيات شوف هون الكشتة ما احلاها بعد عنا فكرني اني بدي اصورها شايف يا حبيبي يا حبيبي رشو يا حبيبي يا نصيبي من ليالي الشوق يا حبيبي شاري ايه ده الكلام بفيني بيقول ايه